عليكم. اليوم مع مصطفى تمويد راح نديروا تحليه، لكن هذه المره التحليه هذه ما طيبش، يعني بالعكس راح نديروها خبزه جبنينه. يعني الاغلبيه تاع الناس يحبوا الكراميل والبنان، اليوم راح نديروا بهذا الاذواق هذو. واش راح نحتاج؟ راح نحتاج زوج فلون كراميل باردين، نص كاس تاع بودره شانتيي، نص كاس تاع حليب يكون بارد، اي بسكويت يكون عندك. انا فقط عندي متواجد هذا، المره اللي فاتت شيت بزياده راه متواجد، لكن تديري اي بسكويت يكون عندك، وزوج حبات تاع البنان. نبداو بالطريقه مباشره، يعني هنا ما تقيديش بالبسكوي هذا، اي بسكوي يكون عندك في الدار ديري. اذا ندير نص كاس تاع حليب يكون بارد بطبيعه الحال، نزيد له هذاك النص كاس تاع بودره الشانتيي، نطلعهم بالباتور حتى نحصلوا على كريمه. اذا نخلطي مليح تطلع لك الكريمه. شوف واش طلعت لي، نزيد عليها هذوك زوج علب تاع الفلون كراميل. مثلا انا ما حبيتيش ذوق الكراميل، تقدري ديري يعني الكريمه تاع الشوكولا، راهي تتباع ذوق الشوكولا كيما حبيتي ديري. فقط انا اليوم خيرت الكراميل، ونزيد نخلطهم مع بعض يكونوا باردين. اذا الكريمه تاعنا راهي واجده، يعني حاجه على السريع نوجدوها. اذا من بعد واش ندير؟ البسكوي تاعنا ها هو، هنا عندي شويه الحليب باش نغمس فيه هذاك البسكوي، وعندي هاد المول، ماشي شرط هاد المول، المهم حاجه اللي تتفتح باش تقدري تخدمي بها. انا خيرته شويه، يعني ها هو، نكبر على حساب واش راني حابه الكبر، ونبدا ندير هذاك البسكوي في الحليب. اذا نستف في المول تاعنا في الطبقه الاولى، اذا بعد ما درت الطبقه الاولى هنا واش ندير؟ ندير شويه تاع الكريمه، ندير نصف تاع الكريمه تاعنا، نمشيها كامل على الوجه، نعمر هذوك الفراغات. من بعد نحكم حبه تاع البنان، اذا نقشرها فقط، نحيل هذوك الخيوطه، ونبدا نقطع ندير دوائر، يعني ونرمي في الوسط، يعني عشوائيا، ماشي شرط ديريها كامل معمره، المهم يعني كل ما نقسمو راح نصيبو شويه تاع البنان. حتى مع ما كملت لك طبقه تاع البنان، نزيد طبقه تاع لو بسكوي. كيما تقدري ديري فيها امول، ديريها في امول يعني مغلوق عادي تاع الزجاج، يعني ماشي شرط هذا اللي يتفتحوا، فقط هكذا باش يمد لنا يعني شكل الشباب كي نحوه، ما عندكش ماشي شرط. اذا نكمل الطبقه هذه. هنا من بعد واش ندير؟ ندير هذه الكميه تاع الكريمه، ندير شويه فقط، ما تحيت تفهموني علاه، يعني نقسمها على اثنين، نمشيها على هذا لو بيسكوي بهذه الطريقه، ونزيد هذيك الحبه الثانيه تاع البنان. تقدري يعني ما ديريش هذه المرحله هذه، فقط انا حبيت نديرها لاني عندي زوج حبات تاع البنان حبيت نستعملهم. اذا نقطع دوائر ونستفهم كما عملنا في الطبقه اللي قبل البسكوي، ونكمل عليها هذيك. علاش؟ باش هذاك البنان ما يكحلش. اذا حبيت نغطيه بالكريمه، اذا نهبط كامل الكريمه اللي عندي، نهبطها بلا سباتول، ونمشيها حتى تتكون لنا طبقه متساويه. اذا ونغطي هذاك البنان باش ما يكحليش. على هذا حبيت ندير الكريمه يعني على الوجه تاعو. هنا بعد ما كملت ندير نغطيها بكيس بلاستيكي، نديرها تبرد تماما، يعني تبرد حوالي ساعة، يعني ماشي تماما. نعاود نرجع لكم باش نكملوا الطبقة الأخيرة تاع هاد التحلية تاع نهار اليوم. الأخيرة اللي حنديرها، أنا عندي كسرونة وعندي طابليطة تاع الشوكولا، يعني 100 غرام شوكولا سوداء، شوكولا بالحليب كيما حبيت. أنا اليوم درت هنا بالحليب، راهي متوجدة عندي في الدار. إذا ندير لها قطع صغيرة، ونزيد معاها علبة تاع ياغورت طبيعي. هنا كيما تقدري ديري نص كاس تاع كريمة لاكريم فريش لا عندك، ولا كيما درت انا نهار اليوم، يعني بديل لاكريم فريش نديرو ياغورت طبيعي. اذا نديرو فوق النار يسخن حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا. النار تكون قليله، ونبقى نخلط، يعني
يعني يدوب لنا الشوكولا فقط، ما نخلوش الخليط تاعنا يغلي. هنا غير داب الشوكولا نطفي عليها يعني ما نخليهاش تغلي، ونفرخها فوق الطبقه هذيك الاخيره، راح ندير لها تغطيه شامله باش الشوكولا. يعني بعد ما خليناها بردت حوالي ساعه في الثلاجه، ندير هذا الكوش هذه الفوقانيه يعني تاع الشوكولا، نهبطو كلشي بهذه الطريقه، ونعاود ندخلها الثلاجه على الاقل على الاقل يعني 4 سوايع، لازم تبرد لنا مليح. اذا انا خرجوا لي التموجات، يخرجوا لنا الشابين يعني. شوفوا كيفاش خلطت شويه مع الطبقه السفلى هكذا باش يجينا شويه مغطي، يعني لكم الاختيار في التزيين. اذا هنا ندخلوا الثلاجه على الاقل 4 سوايع يبرد لنا مليح. طبعا الحين نغطيه بكيس بلاستيكي، نعاود نرجع لكم نحو ونشوفوا النتيجه. انا بردت لي مليح لابياس تاعي، نجرب كيفاش ندوز اذا الموس على الاطراف كامل ونحيه، ننحوه بكل سهوله. ها هو من هنا، هيا لابياس تاعنا متحصلنا عليها الفيديو. نعمل لها تزيين خفيف. هنا عندي شويه المكسرات محمصين ومطحونين، واش عندك ديري واش متواجد عندك عامليه. نقسم منها قطعه باش نشوفوها كيفاش جات هنا، تحسيها انها خفيفه. دابا نقسم قطعه. اذا ها هي معنا، تجي بزاف بزاف شابه، تجي بزاف طريه. اذا هذا فقط باش تشوفوها كيفاش جات هنا، نقسم منها قطعه فقط باش نشوفوا القوام تاعها، يعني شوف كيفاش تجي. لا غير تجي بزاف بنينه، شوفوا داك القوام تاعها، داك البنان في الوسط، داك البسكويت تصيبوه شارب. كيما تقدروا ديرهم في لي فيغين يعني فرديه في الكؤوس، تقدري تسد فيهم راح تجيك احسن. نتمنى انك تجربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.